هات لطف يا راجل. عادي يعني. لا على فكره ده احلى شويه من محمد لطفي. طب انا هخش عليه بجد بقى. خش. انتوا مين حضرتك؟ اللي مين؟ عايزين نتعرف بس. انا اسمي البروفيسوره سالي محتاس، وبشتغل بنقب عن الاثار حضرتك، ودول المساعدين بتوعي، وجايين هنا اهوت عشان نلاقي لنا كام اثر ولا حاجه عشان ناخدهم نوديهم المتحف. حضرتك ايه؟ اثار نحن. امال اثار نحن؟ اه طبعا. انت حضرتك مين؟ مدحت حور حب شنويك شويشة من الاسره الرابعه. مدحت؟ انا ما اعرفش غير مدحت شلبي. مدحت شلوي في السبيدي وفي الاسره الرابعه. هو في حاجه كده في الاسره الرابعه حضرتك؟ طب دعبس في الخمسه كده يمكن تلاقي. ادعبس ازاي يعني؟ ادعبس ونعكش ونعبش وكخ وبخ وعو، كل دي اسماء فرعونيه يا راجل. طب احنا عايزين بس نتعرف عليكم يا بروفيسور. يا بروفيسور مدحت حور حب شنويك بوقت لا شويشة. طب كنت احكم شعبا عظيم، وكان لي جيشا كبير، شعبا يحب العمل والكفاح من اجل الوطن، شعبا يعمل ليلا ونهارا، وتقدمنا في كل العلوم، واشعلنا اقوى الحروب، وهزمنا اقوى الاعداء. ايه ده يا دكتور؟ يا بروفيسور يا بروفيسور. ده صوت الضوء. يا بروفيسور انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. قولي. مش كل اللي عند الفراعنه وصل لنا، وده اكتشاف ممكن يحسب ليكي. يا سلام. اه والله. ويكتبوا كده بالبنت العريض سالي محتاس اكتشفت الموميا مش عارف ايه وكده. مدحت طب انا اصل اسمه صعب، حضرتك صعب بصراحه شويه، ممكن اختصر وادلعك يعني اقول لك يا دودو. مدحت حور حب شنويك بوقت لا شويشة. ايوه انا فاهم. كان عندي من العبيد الالاف. ايوه. ومن الجواري الجميلات ايضا الالاف. يا عم ده شكله من الكفار مش من الفراعنه. ايوه صح صح كلامه صح يا دكتور، ممكن يبقى كده فعلا. ما الذي اتى بكم الى هنا؟ ما الذي؟ ما الذي؟ لا هي ما الذي زي فرعوني صراحه. لا صح صح يا جماعه. ما غلطش يعني يا جماعه. هو قال لك ما الذي اتى بكم الى هنا؟ النبي اما تعمل ايه حقيقة. ايوه انا كنت عايز اقول لحضرتك بس عشان بمناسبه ان اسم حضرتك صعب شويه يعني، فانا ممكن اختصر مثلا اقول لك كلمه دلع يعني. دوحه ايه رايك؟ حلوه دوحه. كنا نريد ان نتعرف على الحياه الفرعونيه عند حضراتكم. اذا انتم تبحثون عن ما يحتوي اجدادكم من تراث وعلم وحضاره. طبعا طبعا. اهلا بكم. اهلا يا جدو. اهلا. بسم الله ما شاء الله النسل اتطور خالص. الله يخليك يا جدو. ده ايه القمر ده؟ ده العيون اخضرت وحاجات بقت حلوه قوي. ايه ده جدو بيأمرز ولا ايه يا جماعه؟ ما شاء الله. سوف اجيبكم بكل ما تسالون. الله يخليك. اهلا اهلا بيك. لو سمحت كنا عايزين نعرف تركيبه المكياج بقى والحركات دي. احنا كان عندنا مثل بيقول الحلو حلو لو قام من النوم، والوحش وحش لو اتمكيش كل يوم. النبي يا جدو كان عندي سؤال بس. ما الذي خلاكم تلبسوا ما الذي جعلكم تلبسوا شبشب جنوب على طول؟ انتوا كنتوا في الحمام دايما ولا ايه؟ نحن اول من يرتدي ده ورطني بقى ارفع بقى. هي باظت خلاص. يرتدي كان العالم يمشي حافيا، نحن لبسنا اول الاسواق. تمام. اي حاجه ما الذي يرتدي هنقول على طول. انت ما الذي اتى بك الى هنا؟ انا ما الذي، انا عايز شاورما بالمايونيز واقلع انا والله. شاورما بالمايونيز. هجيب لك وكاتشب كمان. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا جدو. نورت يا اولاد بيت اجدادكم.